بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إطلالة إخبارية جديدة من هنا من قناة النادي الأهلي ونشرتها الرياضية المتعلقة بأخبار النادي الأهلي وكل قطاعات داخل النادي الأهلي، سواء قطاع كرة القدم أو الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وأيضا مونديال روسيا 2018 والأيام الأخيرة والمحطات النهائية والأدوار النهائية في هذه البطولة الكبيرة، كأس العالم بروسيا 2018 بداية ودور الثمانية بإذن الله يومي الجمعة والسبت القادمين. بالتأكيد هناك ملفات عديدة خلال الساعات الجارية، سواء في استعدادات فريق النادي الأهلي للمرحلة القادمة ومباراة تاونشيب بطل بوتسوانا ومعسكر أوروبي هام جدا لفريق النادي الأهلي والمرحلة الثالثة والأخيرة في طور الاستعداد للانطلاقة الأفريقية والمسابقة المحلية خلال الفترة القادمة من خلال هذا المعسكر التدريب والاستعداد النهائي للفترات القادمة تحت قيادة الفرنسي باتريس كابتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي. أيضا هناك أمور تخص الإدارة خلال الساعات الجارية ما بين متابعة الملفات الإنشائية واجتماعات عديدة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع اللجان المختلفة خلال الساعات الأخيرة، هناك يعني اجتماعات مستمرة حتى هذه اللحظات وإحنا بنتكلم معاكم، سواء بالأمس أو اليوم اجتماعات للكابتن محمود الخطيب مع اللجان المتنوعة ومع اللجنة الرئيسية العامة للجان بقيادة الأستاذ محمد يوسف، وهذه اللجان المتفرعة من اللجنة العامة سواء لجنة الرحلات ولجنة الرواد ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة المرأة، لجنة الشباب، كل هذه الاجتماعات كانت اجتماعات دورية بالأمس وحتى اليوم في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي وتنفيذ بعض المشروعات الهندسية خلال الفترة القادمة. يمكن منذ قليل أو في الساعات الأخيرة أو في الساعات الأولى هذا اليوم كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بدأ في الساعة 3:00 كان في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، والمجلس بيناقش خلال هذا الاجتماع عددا من الأمور الهامة على الصعيد الإداري والرياضي، كما يناقش مجلس الإدارة نتائج اجتماعات لجنة تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة. وحتى هذه اللجنة حتى هذه الساعات كانت بتناقش أمور عديدة جدا متعلقة بدخول الجماهير للمباريات ونظم حضور المباريات وبطاقة الجمهور خلال الفترة القادمة. وبالتالي في هذه اللحظات بينضم لي على الهواء مباشرة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة زميلي كريم أحمد مراسل لقناة النادي الأهلي لكي يطلعنا على كل هذه التفاصيل وهذه الاجتماعات التي بدأت خلال الساعات الماضية ومستمرة حتى هذه اللحظات، وبالتالي اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة هذه الاجتماعات وهذه التوصيات لأخذ بها قرارات في هذا الاجتماع. كريم أولا برحب بيك وطمني، اجتماع مجلس الإدارة وصل إلى فين وهل هناك قرارات خرجت من هذا الاجتماع او صدرت حتى هذه اللحظات ولا الصوره عندك شكلها ازاي؟ تحياتي ليك زميلي محمد، اهلا بيك، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت بتقول طبعا العمل على قدم وساق من مجلس اداره النادي الاهلي واجتماعات مستمره وجولات مستمره في الثلاث فروع سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد، لكن يمكن احنا بصدد طبعا احنا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره حيث اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وكافه اعضاء مجلس الاداره. يمكن زي ما انت قلت محمد الامور الفتره اللي فاتت كلها اجتماعات كلها في مصلحة أعضاء النادي الأهلي وتنفيذا لبرنامج عائلة النادي الأهلي، ولكن يمكن الشيء المهم واللي أكيد منتظره جمهور النادي الأهلي هي عودة الجمهور من جديد إلى المدرجات، وده اللي بيشتغل عليه بشكل كبير جدا مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن كان في اجتماع أمس برئاسة المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة تحديث ونظم وتأمين الجمهور والمباريات، كمان كان متواجد الأستاذ طارق أنديل، الأستاذ مهند مجدي، محمد سراج الدين. يمكن مجلس الإدارة زي ما بقول لك بيعمل على قدم وساق خلال الفترة الماضية لعودة الجمهور، ودي يمكن حاجه من الاشياء المهمه جدا واللي اكيد منتظرها جمهور النادي الاهلي وايضا كمان اعضاء النادي الاهلي. لكن الاختلاف اللي هيكون يا محمد خلال دخول الجماهير ان شاء الله مع الجهات المعنيه والتنسيق الكبير ان هيكون في تحديث كبير ونظم كثيره جدا وانضباط داخل المدرجات، وده اللي بناكد عليه بشكل كبير جدا. زي ما احنا عارفين ان تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي لابد ان يكون في اختيار لدخول الجمهور، العائلات اللي بتكون متواجده وعايزه تعود من جديد الى المدرجات، ويمكن من خلال لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي اللي مشتاق بشكل كبير جدا للعوده الى المدرجات، الناس قالت احنا وحشتنا المدرجات وحشنا الانضباط والالتزام والتشجيع المثالي لجمهور النادي الاهلي وايضا كمان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي بتتمنى يكون الحضور مكثف خلال الفتره القادمه وخلال الموسم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله زي ما احنا عارفين زي بقول لك مجلس الاداره بيعمل بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه على عوده جمهور النادي الاهلي من جديد، ولكن بنظم واسس وتعليمات واضحه جدا وتحديث كمان للدخول بالبطاقه الالكترونيه
الإلكترونية والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، لكن هيكون بطريقة جديدة، بطريقة تساعد الجهات الأمنية للدخول والخروج وتيسير الدخول بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. اجتماع الأمس طبعا يمكن كانت بتتحط الاستراتيجية الأخيرة واللمسات الأخيرة لهذا القرار اللي هيعرض خلال أو خلاص يمكن اتعرض على مجلس إدارة النادي الأهلي في اليوم. الاجتماع كان بادئ محمد النهاردة من الساعة 2 إلى الساعة 3 لنظم وتحديث المباريات، ثم من الساعة 3 إلى حتى هذه اللحظة اجتماع مجلس الإدارة اللي بيناقش فيه عدد كبير جدا من القرارات الهامة، زي ما أنت عارف طبعا المرحلة الإنشائية المهمة خلال الفترة القادمة، وزي ما الناس تابعت وشافت طبعا الجولة المميزة والرائعة للكابتن محمود الخطيب في النادي الأهلي مدينة نصر، يمكن كانت جولة كبيرة جدا، مجهود كان كبير على الكابتن محمود الخطيب، لكن حبه الكبير للنادي الأهلي وأن هو يمكن لفف جميع أنحاء النادي خروجا ودخولا، الأسوار، حمام السباحة، المناطق الترفيهية، مناطق كمان البارك اللي هتكون إن شاء الله خلال الفترة القادمة في نادي مدينة نصر أو أهلي مدينة نصر. زي ما بقولك في مجهود كبير بيبذل من مجلس إدارة النادي الأهلي لراحة أعضاء الجمعية العمومية، وده اللي أكيد أعضاء النادي الأهلي منتظراه خلال الفترة القادمة. لكن حتى هذه اللحظة زميلي محمد إحنا منتظرين إن شاء الله يكون قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أكيد بصدد خلال الساعة القادمة أو الساعات القادمة إن شاء الله تكون متواجدة معانا، وهنبثها أكيد بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأهلي قرارات مجلس الإدارة سواء خاصة بالإنشاءات أو أيضا كمان خاصة بجمهور النادي الأهلي أو ما يتم اتخاذه من قرارات في الاجتماع. لكن بنطمن جمهور النادي الأهلي وبنطمن أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة النادي الأهلي بيعمل على قدم وساق لراحة الأعضاء طيب وأيضا كمان لجمهور النادي الأهلي اللي ليه أولوية كبيرة جدا مع مجلس الإدارة. طيب كريم، أنا شايف قدامي في اللقطات الخاصة طبعا اللقطات الحصرية لوصول أعضاء مجلس الإدارة الواحد تلو الآخر، كل أعضاء المجلس حاضرين هذا الاجتماع، يمكن في الصورة أمامي كان في هذه اللحظات خارج من القاعة المهندس خالد مرتجي في الصورة اللي كانت طبعا بتعرض كل لقطات حضور أعضاء المجلس، الأستاذ العمري فاروق، الكابتن جوهر النبيل، دكتور محمد سراج، كل أعضاء المجلس حاضرين هذا الاجتماع. بالتأكيد محمد جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدين في اجتماع اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب. زي ما بقول لك الاجتماع اليوم اجتماع هام جدا، اللمسات الأخيرة التي وضعت أمس النهاردة هتعرض على مجلس الإدارة، وزي ما بقول لك دي يمكن حاجة من الحاجات المميزة جدا هي اهتمام النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بالجمهور النادي الأهلي والاستراتيجية الخاصة للفترة القادمة. بأكد من جديد حضور كافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ صباح اليوم لهذا الاجتماع الهام جدا، وإن شاء الله يا محمد خلال الساعات القادمة أو خلال الدقائق القادمة إن شاء الله تكون في قرارات هامة جدا لمصلحة جمهور النادي الأهلي وأيضا كمان أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بالتأكيد متواصلين معك وعلى مدار النشرة وإطلالتنا الإخبارية الرياضية هنا من قناة النادي الأهلي مستمرين حتى الساعة أو حتى الساعة 7 مستمرين معك إذا كان هناك أي قرارات صدرت أو أي جديد متعلق باجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا ليك يا كريم. اجتماع هام جدا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وخلال زي ما قلت لكم خلال الساعات الماضيه وخلال الساعات الجاريه هناك العديد من الاجتماعات. يمكن بالامس كنا في مدينه نصر وشفنا جوله هامه جدا للكابتن محمود الخطيب بدات في الساعه 10 صباحا ظلت حتى الساعه 1 ظهرا لمده 3 ساعات. يمكن الكابتن محمود الخطيب زار العديد من الاماكن الحيويه واللي بيتم فيها بعض الانشاءات والتعديلات الهندسيه في اماكن مهمه جدا لاعضاء مدينه اعضاء النادي الاهلي في فرع مدينه نصر. يمكن فرع مدينه نصر ليه خصوصيه مختلفه، يمكن مساحه الارض ومساحه النادي كبيره جدا، لكن حتى هذه الفتره وحتى هذه اللحظات مفيش مساحات كبيره مستغله لجلوس الاعضاء، وبالتالي حرص المجلس خلال هذه المرحله ومن خلال بعض المكتات اللي تم عرضها خلال الايام القليله الماضيه وخلال الفتره الاخيره بيتم التوسعه وبيتم انشاء اماكن اخرى لجلوس الاعضاء مع اقامه اماكن للفوت كورت واقامه اماكن للشاشه العملاقه المتواجده في جزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. هذه الانشاءات وتغيير بوابات النادي واسوار النادي وايضا كمان تعديل المنطقه الترفيهيه اللي بجوار المكتبه، كل هذه الامور على نهايه هذا العام ومع العد التنازلي والمده الزمنيه اللي وضعها مجلس الاداره مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مهمه جدا لاعضاء النادي الاهلي وايضا كمان لجماهير النادي الاهلي في ملفات اخرى بتناقش في هذا الاجتماع. الاجتماع كمان بيناقش نقطه محوريه مهمه جدا، اجتماع لجنه الجماهير والمباريات. هذه اللجنه اللي تم تشكيلها من قبل مجلس الاداره واجتمعت حتى هذه اللحظات ما يقرب من 10 الى 15 اجتماع في فترات زمنيه قصيره جدا عشان توصل لافضل حل وافضل سبيل لدخول جماهير النادي الاهلي من خلال بطاقات للجماهير بيتم يعني طباعتها من خلال السيستم الالكتروني مع شركه متخصصه في التامين المتعلق بالجماهير في الاستادات، بحيث ان ما تكونش فيه غلطه او مشكله سواء في حجز التذاكر اونلاين
عبر الموقع الإلكتروني أو حتى في دخول الجماهير للمباراة، بحيث أن الشخص أو المشجع اللي هيحجز التذكرة هو الشخص اللي هيكون موجود في المباراة، وما يكونش فيه أي سلبيات وأي أخطاء أن الشخص اللي هيتم حجز التذكرة من خلاله عبر السيستم وعبر الحجز الإلكتروني لو ما حضرش محدش يقدر يخش مكانه. كل هذه الإجراءات مهمة جدا لراحة الجماهير في المقام الأول، ولتأمين الملاعب وتأمين راحة الجماهير وتأمين الفرق. وده بالدليل اللي يدل على شيء، أن حتى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتم جدا بهذه الجزئية، وطلب من إدارة النادي الأهلي في الاجتماع الأخير عندما زار مجلس الإدارة وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة له، طلب الاستعانة بهذه التجربة وبهذه الإدارة لكي يتم تنفيذها على مدار أوسع وعلى مدى أوسع مع الأندية خلال الفترة القادمة كسبيل أمثل لعودة الجماهير، في ظل النادي الأهلي بيخطو في هذه المسألة خطوات كبيرة جدا، والاتجاه الأقرب من النادي الأهلي لحضور الجماهير في الفترة القادمة. إذا نحن مستمرين معكم على مدار النشرة الرياضية لمتابعة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، وإذا كان هناك أي جديد حتى نهاية النشرة وإطلالتنا الإخبارية بالتأكيد سنوافيكم بكل التفاصيل من هذا الاجتماع الهام. على الجانب الآخر، هناك أيضا استعدادات أخرى وفي قطاع آخر، قطاع كرة القدم الذي يستعد للمرحلة القادمة من خلال معسكر أوروبي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي، وتم اختيار منطقة الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا من خلال الجهاز الفني للابتعاد عن ضوضاء العاصمة سواء في كرواتيا أو حتى في سلوفينيا، التواجد في منطقة هادئة. وهذه المعسكرات بتحتاج إلى طبيعة معينة، زي ما احنا شايفين تدريب فريق النادي الأهلي فقط وحصريا على شاشة النادي الأهلي من المعسكر الأوروبي. الأجواء في المعسكر، الأهلي متواجد في منطقة بعيدة تماما عن أي مناطق سكنية أو منطقة متعلقة بحضور أي ازدحام أو أي تواجد للأشخاص العاديين أو أي مناطق عمل بالنسبة لمعسكر فريق النادي الأهلي. فبالتالي وجود الأهلي في منطقة بعيدة وفي هدوء وفي جو أوروبي رائع، كل ده بيخلق حالة بدنية وحالة فنية وتركيز أكتر ما بين اللاعبين والجهاز الفني. يمكن تدريبات فريق النادي الأهلي بدأت في اليوم التالي للوصول، وكانت تدريبات خفيفة في اليوم الأول، لكن بدأ زيادة معدل التدريبات البدنية بالأمس واليوم. جهاز الفن بقيادة باتريس كارتيرون عمل التدريب على فترتين، فترة صباحية في الساعة الثامنة أو الساعة العاشرة على حسب الأيام، وفي الفترة المسائية على الساعة الخامسة. أحمد الشيخ كان تعرض لإصابة قبل ما يسافر إلى المعسكر الأوروبي، وبالتالي بيواصل تأهيله هناك في معسكر الأوروبي في كرواتيا. حسام عاشور كان تعرض لإصابة أيضا في مباراة ودية، وما زال حتى هذه اللحظة بيواصل تدريباته التأهيلية. لكن باسم علي تعرض لإصابة في التدريبات بالأمس، إصابة كدمة خفيفة في الركبة خلال تدريبات الفريق المسائية، وبالتالي ما زال هؤلاء الثلاثي الشيخ وعاشور وباسم بيغيبوا عن التدريبات الجماعية لمران الأهلي. إصابة حسام عاشور هي عبارة عن كدمة في الأنكل، إصابات أنكل القدم بتبقى صعبة شوية، محتاجة تأهيل ومحتاجة وقت معين عشان يقدر يرجع ويشارك في التدريبات بشكل قوي، وعارفين مباراة مهمة، مباراة تاونشيب يوم 17/7، الوقت ضيق، فبالتالي التأهيل لازم اللاعب ياخد وقته فيه كويس عشان لما يرجع للتدريبات يكون حالته جيدة ويقدر يشارك. وحسام أحد الركائز والأعمدة الأساسية وأحد الخبرات، وهو كابتن الفريق أيضا في هذه الفترة. الجهاز الطبي بيتعامل مع الإصابات في الفترة الأخيرة بإذن الله إن يقدر يعني يستعيد جاهزيتهم للفترة القادمة. أيضا من ضمن أخبارنا في معسكر فريق النادي الأهلي، الخماسي الدولي بإذن الله سيصل كرواتيا غدا الخميس. كلنا عارفين أن هناك 6 لاعبين دوليين من فريق النادي الأهلي كان غائب عن التدريبات والمعسكرات الأخيرة نتيجة بالتأكيد مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم في روسيا، لكن خلاص بعد خروج المنتخب وحصولهم على راحة سلبية، يمكن الجهاز الفني فضل يديهم راحة سلبية حوالي 10 أيام، فبالتالي الراحة تنتهي اليوم، وتقرر انضمام الخماسي أحمد فتحي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف، دول اللاعبة الدوليين في منتخبنا الوطني، هيغادروا بإذن الله غدا من القاهرة للتواجد في معسكر كرواتيا بإذن الله غدا الخميس. من المقرر وصولهم بإذن الله في الساعة 10 ظهرا، ويكون في استقبالهم الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول. أيضا اللاعب السادس وهو اللاعب الدولي المنضم للمنتخب التونسي في كأس العالم في روسيا علي معلول. علي معلول أيضا المنتخب التونسي كان خرج من الدور الأول زي المنتخب المصري، وبالتالي حصل على نفس الراحة السلبية والمدة الزمنية للاستشفاء والاستعداد للموسم القادم. علي معلول حسب حجز التذاكر طبعا ورحلات الطيران هو هيسافر من تونس إلى كرواتيا، وهيصل بإذن الله في 11 من صباح بعد غد الجمعة قادما من تونس بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها عقب المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.
وهيكون في استقباله أيضا الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، واللي قايم بمجهودات مضنية ومجهودات كبيرة جدا في معسكر فريق النادي الأهلي، وحتى هو كمان كان سبق بعثة فريق النادي الأهلي قبل وصولها ب 48 ساعة لترتيب كل الأمور اللي انتوا شايفينها على الشاشة. حجز ملاعب التدريب ده من الأمور الهامة جدا، انك تختار ملعب تدريب مناسب للاعبين عشان ما يتعرضوش لأي لإصابات. طيب كابتن محمد يوسف أيضا كمان كان أجرى اتصالات مع علي معلول لترتيب موعد وصوله. أيضا حسام عاشور كأحد الركائز الأساسية وكابتن فريق النادي الأهلي، هو بالتأكيد أحد العناصر الأساسية في فريق النادي الأهلي وكابتن الفريق خلاص في هذه المرحلة، وعنده مرحلة مهمة جدا مع زمايله في البطولة الأفريقية، مباراة تاونشيب بالتأكيد مباراة بست نقاط، ليست المباراة بثلاث نقاط فقط، لأن من حسن الحظ أن المباراة الأولى بإذن الله أو في الجولة الثالثة ستكون المباراة في القاهرة. نتمنى يا رب بإذن الله تكون في القاهرة، لأن عارفين حتى هذه اللحظات وإحنا بنتكلم معاكم المباراة في برج العرب، لكن هناك طلب من النادي الأهلي أن المباراة تقام في استاد القاهرة، ويمكن تم هذا الطلب من خلال زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتقدم الأهلي بطلب رسمي لإقامة المباراة على استاد القاهرة في ظل أن إقامة المباراة على استاد القاهرة مع وجود لجنة لتحديث الجماهير والمباريات خلال الفترة القادمة هتساعد المباراة تخرج بشكل طيب جدا في استاد القاهرة، وأيضا كمان هيكون حالة فنية وحالة نفسية للاعبين أن يكونوا في معسكر جوه القاهرة، ما يسافروش مسافة ساعتين قبل المباراة، وفي معسكر لمدة 3 أيام بيكون في حالة إجهاد شوية أنك تسافر برا العاصمة حتى لو في مسافة قريبة زي اسكندرية. حسام عاشور احد الركائز الاساسيه وقائد الفريق النهارده طلعنا بتصريحات هامه جدا ولقاء خاص وهام جدا مع قناه النادي الاهلي كان اجراه مع زميلنا امير هشام في معسكر الفريق في كرواتيا، قال بعض النقاط الهامه اللي هتهم جماهير النادي الاهلي في المرحله القادمه والاستعدادات لمباراه تاونشيب والمعسكر الاوروبي ومعسكر الاعداد والتكاتف والتلاحم اللي بين اللاعبين في هذه المرحله في وجود جهاز فني جديد تحت قياده الفرنسي باتريس كارتيرون. هنطلع نشوف تصريحات حسام عاشور، هذه التصريحات الهامه جدا، ونرجع نتابع هذا التقرير ونتكلم عن المرحلة القادمة أيضا، وعندنا لقاءات مهمة جدا كمان من معسكر كرواتيا. نقول الحمد لله معسكر كويس، احنا بدأ المعسكر ده من المعسكر في اسكندرية الحمد لله، كان معسكر مميز جدا، الناس كلها اشتغلت، الناس كلها كانت بتجتهد، الراجل مدرب جديد عايز يشوف الناس كلها، الحمد لله الراجل بيتكلم معانا بطريقة كويسة، الناس كلها مركزة، الناس كلها عايزة تعمل حاجة للفترة اللي جاية. انت عارف الفترة اللي فاتت ما كناش كويسين في الماتشات بتاعت افريقيا، عندنا بونت واحد، فانت بتشتغل الشغل ده عشان ان شاء الله ماتش يوم 17، فان شاء الله باذن الله احنا المعسكر الجايين مركزين، جايين شايف الجو هنا حلو، الفندق كويس، الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه تعمل حاجه، كل الناس لما قعدنا الناس الكبار لما قعدوا مع اللعيبه كلنا على قلب راجل واحد، ان شاء الله لازم بطوله افريقيا دي ان شاء الله تبقى للنادي الاهلي، هنبتديها من المعسكر ده ان شاء الله. هي الاصابه من 4 ايام من الماتش اللي هو اللي فات، من 4 ايام عندي جزع في الرباط بتاع الانكل، النهارده اتمرنت الصبح بس في اخر تمرين كده حسيت بوجع، فالوجع يعني قال لي مريح النهارده، وان شاء الله هنشوف بكره كده نعمل تيست ان شاء الله وهنشوف بكره اقدر اكيد. طبعا حصل الظروف دي ومرينا بيها في 2012، كان عندنا بونت واحد في ماتشين لو تفتكر، ماتش كنا بنلعب في الجونه ماتش اورلاندو والماتش اللي بعديه الزمالك كان عندنا بونت واحد، فدي سمه النادي الاهلي اللي هو بيلعب لغايه اخر نفس فيه، عندنا بونت هنحاول احنا نركز، هنحاول احنا نجتهد، واحنا زي ما قلت لك اللعبه كلها بتلعب بتكلم اللعيبه الصغيره يعني ايه بطوله افريقيا، بطوله افريقيا دي المحببه للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي بتوصلك لكاس العالم، فاحنا بنقول لهم كاس العالم حاجه ثانيه يا جماعه، بس لازم عشان تروح كاس العالم لازم تعدي بالظروف اللي هي بطوله افريقيا دي، فان شاء الله نبقى مركزين وان شاء الله يبقى التوفيق حالفنا ان شاء الله في الماتشين اللي جايين دول مهمين وصعبين طبعا، هو عارف النادي الاهلي وعارف لعيبه النادي الاهلي واتفرج على ماتشات لينا الفتره اللي كابتن حسام كان ماسك فيها، فهو على طول بيقول لنا يعني بشوفكم بشوف الماتشات بيكلمنا على الطريقه اللي احنا هنلعب بيها، ممكن نلعب بكذا طريقه مش لازم
بطريقه واحده. بيفهمنا بيحفظنا الحاجات اللي هو ما بقالوش كتير، بس اكيد اللعيبه بتستوعب كويسه، بيحاولوا يركزوا في كل كلمه وكل تفصيله الراجل بيقولها، فدي ان شاء الله بتخلي الماتشين اللي جايين باذن الله يبقوا كويسين بالشغل بتاع الراجل، بالتركيز اللي احنا مركزينه معاه ده ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه. ده اللي انا اتربيته وانا صغير يعني، على طول في الناشئين انت على طول تبقى رقم واحد. لما طلعت الدرجه الاولى لقيت برضو السيستم ده موجود، فانا على طول متربي اللي انا على طول تبقى رقم واحد، ما ينفعش اللي انت تخسر ماتش، ما ينفعش اللي انت تبقى رقم اثنين، دي مش في القاموس بتاع النادي الاهلي. فالدوافع انا دلوقتي 34 بطوله، عايز ابقى الدوافع بتاعتي انا عايز اخد بطولات توصلني للرقم واحد في العالم واخد بطولات، فدي دافع عندي وبشتغل عليه من دلوقتي. طبعا ده الطموح، انا عندي طموح، وده اللي انا زي ما قلت لك اتعلمته من الاجيال اللي فاتت، اللي انت يبقى عندك طموح في كل ماتش بتلعبه وكل بطوله بتدخلها. فانا زي ما قلت لك انا عندي طموح، وان شاء الله عامل لنفسي التارجت زي ما انت قلت ان انا اوصل للرقم واحد على العالم ان شاء الله في البطوله، فده يا رب يتحقق، بس ان شاء الله ربنا يبعدنا عن الاصابات. طبعا بقول للجمهور وحشتنا في الملعب، وان شاء الله باذن الله المسؤولين يعملوا حاجه ان شاء الله اللي هم يرجعوا للمدرجات تاني، وان شاء الله باذن الله نوعدهم ببطوله افريقيا ان شاء الله، دي اولوياتنا يعني باذن الله. وطبعا الدوري ده مفيش كلام. هذا التقرير وتصريحات هامة جدا لحسام عاشور كابتن فريق النادي الأهلي، وزي ما قلنا لكم إصابة حسام عاشور الأنكل بتبقى إصابة صعبة جدا ومحتاجة وقت عشان تقدر تنزل وتشارك في التدريبات بصورة طيبة، وبالتالي الوقت ضيق والمباراة تاونشيب يوم 17/7، فمش محتاجة أي ريسك. وكابتن للفريق وأحد قيادات وخبرات الفريق محتاج إن هو يكون متواجد في مثل هذه المباريات الهامة جدا، وحتى ضرب مثل بانطلاقة الأهلي عام 2013 المباراة الأفريقية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وكيف أن الأهلي إزاي في بداية مباريات المجموعات خسر على أرضه 3-0، ودي من النوادر أن الأهلي يخسر على ملعبه بمثل هذه النتائج، لكن استطاع بعد ذلك أنه يعود ويفوز بالبطولة. وللمناسبة أيضا أن هذه البطولة الأهلي فاز بيها تحت قيادة الكابتن محمد يوسف المدير الفني وقتها، وهو حاليا المدرب العام، فكل هذه العوامل والظروف بالتأكيد من خبرات هذه العناصر داخل الجهاز الفني واللاعبين هتقدر تساهم مع العناصر الموجودة واللاعبة اللي موجودة ان هي تتخطى المرحلة الحالية، لانك ما عندكش غير نقطة وحيدة بالتعادل مع الترجي، وعندك مباراتين حاسمتين، الست نقاط هيدخلوك في البطولة بشكل جيد جدا. في نقطة كمان يمكن عايز اقول لكم، انتوا بتشوفوا تدريب فريق النادي الاهلي وكان حسام عاشور في الملعب وفي التدريب، التدريب ده او الملعب ده تحديدا المنتخب الكرواتي كان بيستعد من خلاله لمباريات كأس العالم في روسيا عام 2013 او 2018 في روسيا باذن الله. عارفين المنتخب الكرواتي خلاص وصل لمرحله الدور ربع النهائي دور الثمانيه، فباذن الله ان شاء الله هذا الملعب وهذه الاجواء بشكل عام تكون يعني فقل حسن باذن الله لفريق النادي الاهلي للموسم القادم باذن الله. معسكر في المكان اللي زي ده في الملعب زي ده بيوريك ازاي قدر المنتخب الكرواتي ان هو يستعد بشكل جيد لكأس العالم، وقدر من خلال هذا المعسكر وهذا المكان تحديدا انه يلعب كأس عالم بشكل جيد جدا. الفريق فيه عناصر مميزه وعنده لعيبه دوليين سواء راكيتيتش او كوفازيتش او مودريتش، كل هؤلاء اللاعبين لعيبه مميزين جدا، لكن الجو العام والمناخ العام لاقامه مثل هذه المعسكرات بيساعد الفريق بشكل جماعي انه يقدر يشارك في بطوله او في تجمع قادم بشكل جيد. فبالتالي يا رب باذن الله يكون هذا المكان فقل حسن باذن الله يا رب ان شاء الله للاهلي في المرحله القادمه. كرواتيا متعلقه في كاس العالم في روسيا 2018، وايضا كمان ان شاء الله الاهلي في المرحله القادمه ومباراه تاونشيب بيكون جاهز بشكل جيد جدا. سمعنا حسام عاشور، طب تعالوا نسمع وليد سليمان قال ايه في المرحله القادمه والاستعداد للمباريات القادمه والانطلاقه الافريقيه، لان وليد سليمان احد اللاعبين المميزين في النادي الاهلي. طبعا في شك، احنا طبعا موقف صعب جدا، وطبعا معانا برضو لعيبه صغيره لسه داخله موضوع افريقيا، لسه ما عندهاش احتكاك كبير قوي في البطولات الافريقيه او المواقف الصعبه اللي بتحصل لنا في افريقيا. احنا مش عايز اقول يعني الظروف دي مرينا بيها 2013، والحمد لله قدرنا نكسب وناخد اول مجموعه وخدنا البطوله مع كان كابتن محمد يوسف. الموضوع ان شاء الله يعني
احنا مركزين وجايين معسكر كويس ومعسكر مغلق، كل الناس عايزه تعمل حاجه، ان هي فتره مش سهله، فتره صعبه. نتمنى التوفيق من ربنا، ونتمنى ان ما يكونش في اصابات، ونكون كاملين العدد في المباراتين اللي جايين. والله احنا شايفين طبعا المعسكر مهم جدا، ان ما فيش وقت احنا هنخلص المعسكر، في ماتشين جديين هنا هيتلعبوا، وهننزل على القاهره، مش هيبقى في وقت على الماتش الرسمي. كل الناس مركزه، وبنشتغل فترتين علشان يبقى في حفظ لطريقه اللعب والتكتيك بتاع الراجل. الناس كلها مبسوطه، والراجل مبسوط من اللعيبه، ان اللعيبه بتأدي التدريب على مستوى عالي. زي ما قلت لك، نتمنى بس التوفيق، وما يكونش فيه اصابات، ويكون كاملين عدد في الماتشين اللي جايين ان شاء الله. كل يوم احنا بنشتغل فترتين، كل يوم او كل تدريبه في اليوم بيبقى فيه استجابه كبيره جدا مننا ليه، ومبسوط جدا ان اللعيبه ابتدت يعني تستجيب للتدريبات وللتكتيك. دي حاجه كويسه، ان هو طبعا كابتن محمد واداره النادي موفرين كل حاجه للعيبه في المعسكر، مفيش حاجه ناقصانه. احنا ما عندناش غير ان احنا نركز مع الراجل، ونحاول نستفيد في الفتره دي علشان نقدر ان شاء الله نحقق المطلوب مننا. زي ما قلت لك، احنا في موقف صعب يعني. اكيد طبعا النادي الاهلي ده منظومه كبيره، واي حد او اي فرد في مصر يتمنى يكون منتمي للمنظومه دي. وانا يعني الحمد لله بشكر ربنا على الفتره اللي انا موجود فيها، وبشكر ربنا اللي حقق لي حلمي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. ودي حاجه مش ان انا مثلا بوقع على بياض، ولا لا، انا مصر كلها عارفه انا عانيت كتير عشان اجي النادي. ما ينفعش ان بعد ما اجي اتشرط على النادي، او ان انا لا، طبعا الموضوع ما يبقاش كده خالص. وزي ما قلت لك، ان اي واحد يتمنى يكون موجود، وشرف كبير لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش عايز اقول وطن داخل وطن يعني، او بحس ان انا فعلا مش كلام يعني. النادي الاهلي الواحد يحس ان ده وطنه، او بالنسبه لي انا كوليد سليمان حاجه كبيره جدا. انا من عائله اهلاويه، ومتربي ان انا بشجع النادي الاهلي، وقبل ما اكون ان انا لعيب او جيت النادي الاهلي كنت مشجع يعني النادي الاهلي. الحمد لله انا حققت تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي، بس طبعا نفسي احقق بطوله كاس العالم للانديه. بس في البداية طبعا ما ينفعش أبص الرقم 2 قبل 1، نفسي طبعا نكسب بطولة أفريقيا ونشارك بطولة كأس عالم. طبعا زي ما سمعنا تصريحات وليد سليمان، وسبقتها تصريحات مهمة جدا لحسام عاشور، لكن محتاجين نعرف الجديد النهاردة من تدريبات فريق النادي الأهلي في معسكر كرواتيا المعسكر الأوروبي. نروح لمراسلنا هناك في كرواتيا، أمير هشام، مراسل قناة النادي الأهلي. أمير، أولا برحب بيك، وطمني إيه الجديد عندك النهاردة في تدريبات فريق النادي الأهلي، وبيستعد خلاص للمرحلة القادمة ومباريات البطولة الأفريقية؟ تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما أنت بتقول، طبعا النادي الأهلي بيستعد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة، أو العودة للبطولة الأفريقية، وبطولة أكيد هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، وأيضا جمهور النادي الاهلي. فبالتالي استعدادات قويه جدا من خلال المرحله الحاليه في معسكر النادي الاهلي في كرواتيا. الامور كلها ماشيه بشكل جيد، سواء من حيث الاقامه، من حيث المناخ، من حيث ملعب التدريب. الامور كلها جيده جدا ومناسبه جدا وملائمه كمان للفريق في هذا المعسكر، قبل الفوز بمار طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا من جديد، ومباراتي تاونشيب سواء طبعا يوم 17 او يوم 27 طبعا من الشهر ده. فبالتالي الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للاعبين. خليني اقول لك ان الفريق طبعا كان اول تدريباته بالامس، امبارح الفريق اتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. النهارده ايضا الفريق بيتمرن على فترتين، فتره كانت صباحيه في تمام الساعه 10 صباحا، وايضا فتره مسائيه. وخلال وانا بكلمك دلوقتي كده يعني خلاص مع نهايه المران، الفتره المسائيه بتبتدي بالتحديد في تمام الساعه 5 مساء، نفس التوقيت ما بين مصر وكرواتيا، نفس المواعيد بالظبط ونفس الساعه، فما فيش اي مشكله في هذه الجزئيه. خليني اقول لك ايضا ان او حاله بعض اللاعبين بالتحديد، يمكن حسام عاشور مع بدايه المران او مع نهايه مران الصباحي امس
عشان كان تعرض لكدمه. الجهاز الفني فضل ان هو ما يتمرنش سواء المران المسائي بالامس او ايضا المران الصباحي النهارده، لكن في هذه اللحظات وانا بكلمك مع بدايه المران المسائي حسام عاشور بيشارك بشكل جيد جدا. هو كان عنده زي كدمه قويه في الكاحل كده، فبالتالي هو بيشارك وبيتالق كمان خلال مران النهارده. اذا حسام عاشور اصبح جاهز بنسبه كبيره جدا خلال الفتره المقبله. دخل التقسيمه الجماعيه امير؟ ما فيش تقسيم لحد دلوقتي في المران المسائي، لكن هو كل التدريبات اللي بالكرة بيأديها بشكل كويس جدا وبيتألق فيها حتى في التسديد على المرمى، فده معناه ان هو جاهز جدا والإصابة يمكن خلاص بقت مش موجودة بالنسبة له. تمام كويس من هذه الإصابة وأصبح ان هو جاهز ان شاء الله للتدريبات بشكل عام في هذا المعسكر. أحمد الشيخ بيواصل تدريباته التأهيلية زي ما أنت عارف، أكيد عنده طبعا جزع في الركبه لسه امامه شويه، فبيعمل بعض التدريبات التاهيليه مع اقصى التاهيل دكتور طارق عبد العزيز. نفس الحال بالنسبه لباسم علي واللي يمكن حظه سيء شويه، امبارح كان شارك في المران الصباحي بشكل جيد جدا، لكن الاصابه عودته مره ثانيه في الركبه في المران المسائي، فبالتالي النهارده ما شاركش في التدريبات خالص. بيعمل طبعا بعض التدريبات التاهيليه مع اقصى التاهيل دكتور طارق عبد العزيز. في نفس المكان يا امير ولا اصابه جديده؟ في نفس المكان، في نفس المكان في احدى اربطه الركبه بالنسبه لباسم علي، فبالتالي يعني لسه الامور بالنسبه له مش واضحه. هل هيقدر ان هو يعود قريبا جدا خلال المعسكر وخلال الايام القادمه ولا لا؟ ده هيبان ان شاء الله من خلال الغد. ده طبعا بالنسبه لحاله المصابين. خليني اقول لك ايضا ان وليد سلمان ما بيشاركش في المران المسائي، هو سليم وما فيهوش اي حاجه، لكن هو تجنبا للاجهاد شويه بالنسبه لوليد سلمان، لكن امبارح شارك في المران الصباحي والمسائي، والنهارده ايضا شارك في المران الصباحي بشكل جيد جدا وبيتالق بالمناسبه كمان وليد سلمان. فالامور بشكل عام يا محمد جيده بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المرحله الهامه جدا بالنسبه لفريق استعدادا للموسم الجديد. طيب عندنا مباراه وديه مهمه باذن الله يوم الجمعه مع فريق أولمبيا السلوفيني، دي أولى تجارب الودية في المعسكر الأوروبي. الترتيبات الخاصة بتحرك الفريق من المعسكر إلى مكان إقامة المباراة الودية، المسافة قد إيه بالظبط يا أمير؟ يعني التحرك بالباص هيكون مسافة ساعة أو ساعتين، ملعب المباراة ملعب بتقام عليه مباريات دوري، مباراة هتبقى بشكل استعدادي جيد، التحركات أو الترتيبات الخاصة بالمباراة الودية، لأن إحنا عارفين إن المباراة هتكون في مكان مختلف تماما عن المكان اللي فيه المعسكر فريق النادي الأهلي. بالظبط كده زي ما انت بتقول، يعني خليني اقول لك من البدايه البرنامج الخاص بالفريق استعدادا لهذه المباراه. زي ما قلت لك امبارح النهارده كانت تدريبات على فترتين، بكره هتبقى تدريبات على فتره واحده، خصوصا خلاص بعد بكره المباراه الوديه بالنسبه للنادي الاهلي. يوم المباراه ان شاء الله الفريق هيأدي صلاه الجمعه في الفندق، بعديها هيكون في ميعاد الغداء الساعه 1، بعد الغداء مباشره هيتم التحرك في سلوفينيا على الطريق البري. التحرك او النادي الاهلي هيوصل في خلال ساعتين من مقر اقامه الفريق هنا في كرواتيا. خليني برضه اوضح الامور شويه لجمهور النادي الاهلي، الفريق متواجد على الحدود مع سلوفينيا، احنا داخل دوله كرواتيا لكن على الحدود مع سلوفينيا، فبالتالي المسافه هتبقى ساعتين بالظبط حتى وصول النادي الاهلي للملعب اللي هيخوض عليه هذه المباراه امام فريق اولمبيا السلوفيني، وهي اولى تجارب النادي الاهلي في المعسكر الخارجي هنا في كرواتيا. المباراه بالظبط هتكون ما بين الساعه 5:30 او 6، يعني لسه ما تمش الاستقرار بحسب ما يوصل ان شاء الله الفريق، لكن هي هتبقى في الحدود دي 5:30 او 6 بالنسبه لهذه المباراه. هيخلص الفريق ان شاء الله المباراه ويعود مباشره على مقر اقامته في كرواتيا، ومن اليوم التالي على طول يستأنف الفريق استعداداته لهذا او في هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد. طيب سؤال اخير يا امير، انا شايف الحاله المعنويه يعني جيده، حتى في بعض اللاعبين يعني بعد التمرين بتمسك الكاميرا بتحاول تهزر بتخرج بره الاجواء شويه، الحاله عامله ازاي عندك في المعسكر؟ برضو يعني من خلال تدريبات يوميه وسواء في تدريبات على فترتين وفي مباريات وديه، هل الجهاز الفني هيسمح بيوم يبقى فيه جوله حره للفريق، ولا المكان اللي انت فيه يعني معسكر كامل بنسبه 100% تركيز كامل بعيد عن اي ضوضاء اي ضجيج، الدنيا هاديه بالنسبه لكم، فبالتالي في ان الفريق بيخرج شويه يعني ما بيبقاش التركيز او التركيز في التدريبات، لكن في نفس الوقت الفريق بيحاول ما يبقاش في ستريس عشان المعسكر ما يبقاش قافل قوي على اللاعبين، لكن عايز اعرف الجزئيه دي منك، هل الفريق في مكان بعيد فعلا عن اي دوشه، واللعيبه هل هيبقى فيها ليها جوله حره، ولا التركيز فقط في التدريبات والمباراه الوديه يوم الجمعه وثم مباراه اخرى باذن الله يوم الاثنين؟
طيب مبدئيا خليني اقول لك ان فعلا الفريق بعيد جدا عن اي دوشه، بدليل ان الفريق فور وصوله لمطار زغرب، حتى الوصول لمقر الاقامه المسافه استغرقت حوالي ساعتين، فبالتالي الفريق بعيد جدا عن اي دوشه او اي تواجد بشري في كرواتيا او في المنطقه، فبالتحديد شيء جيد وايجابي، وده كان احد المتطلبات الاساسيه بالنسبه للجهاز الفني، يكون معسكر جدي بشكل كبير، التركيز فيه يكون كبير، فبالتالي تم تجنب هذه الامور. بالمناسبه خليني اقول لك ان مكان المعسكر يا محمد ده نفس المكان اللي استعد منتخب الكرواتي لكاس العالم. فبالتالي كل المقومات موجوده بالنسبه للنادي الاهلي، ويعمل حاله تفاؤل بالظبط كده، حاله تفاؤل كمان، خصوصا المنتخب الكرواتي بيعمل يعني صراحه بطوله كبيره جدا، وماشي بشكل جيد ومتواجد في دور الثمانيه، وفرصه كمان كبيره ان هو يتاهل للدور الاربعه. لكن بالمناسبه يعني الفريق الاجواء بالنسبه له جيده جدا. بالنسبه للدوله الحره ده لسه الجهاز الفني ما قررش هذه الجزئيه، ما فيش قرار رسمي ان يكون في يوم من الايام في جوله حره بالنسبه للفريق، لكن الفريق عشان يخرج من مكان المعسكر هيبقى المسافه بعيده، فاعتقد الامور بنسبه يعني كبيره شويه هيبقى صعب. لكن الاجواء عامه اجواء فيها يعني بعض الاوقات بيبقى فيها مراح، فيها هزار شويه من اللاعبين، خصوصا انت عارف اجواء المعسكر دايما بيبقى لازم اللاعبين يفكوا عن نفسهم شويه، لان هم ما عندهمش حاجه غير التدريب والتركيز في التدريب والجلسات كمان مع مستر داتشيس كارترون والكابتن محمد يوسف، عشان الفكر يكون متقارب شويه مع الراجل مركز جدا ومبسوط جدا من امكانيات لاعبي النادي الاهلي، بيديهم بعض التعليمات المستمره خلال التدريبات، وهو من النوع الشخصيات المتفائله جدا بشكل عام. تمام، متفائل تمام بالمرحله المقبله مع النادي الاهلي ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا، اول تحدي بالنسبه لفريق موسم جديد، وهو مش مجرد تحدي، لا هو تحدي مهم كمان عشان النادي الاهلي يقدر يتدارك موقفه في هذه البطوله بعد البدايه غير المتوقعه بالنسبه للفريق. انا بشكرك جدا يا امير، شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق يا رب خلال الايام القادمه، بتبعت لنا رسائل مهمه جدا ولقاءات حصريه لجمهور النادي الاهلي من معسكر فريق النادي الاهلي. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب في هذا المعسكر، ان في الاخر ان المعسكر يعني الجهاز الفني يطلع بالنتيجه اللي عايز يخرج بيها زي ما انت قلت، بعيد عن اي ضوضاء، بعيد عن اي حاجه تانية، فبالتالي معسكر نموذج ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. شكرا ليك يا امير. زي ما قال زميلنا امير هشام، طبعا معسكر مهم لفريق النادي الاهلي، وانا تعمدت اسال على موضوع الجوله الحره او الاجواء حوالين المعسكر. واضح بشكل لافت للنظر ان باتريس كارتيرون والجهاز الفني والكابتن محمد يوسف لما رتبوا للمعسكر واخد الفريق في منطقه بعيده تماما، ينفصل تماما عن اي حاجه متعلقه باحداث رياضيه او اي امور ممكن اللعيبه تنشغل بيها او اي حد ينشغل بيها، لانه عارف ان البدايه الافريقيه وست نقاط مباراه تاونشيب هي اللي هتحطك على الخريطة الأفريقية في الفترة القادمة وتكمل البطولة بشكل جيد، وده ينعكس على كل مسابقاتك ومبارياتك في المراحل القادمة، سواء في بطولة الدوري، بطولة الكاس، البطولة الأفريقية حتى اللي هتكون ملازمة دايما للبطولة الأفريقية الحالية. يعني انت هتخرج من البطولة الأفريقية الحالية يا رب بإذن الله نوصل نهائي في شهر نوفمبر، البطولة القادمة بعدها مفيش بأقل من أسبوعين أو 10 أيام، فبالتالي البداية بشكل جيد في شهر 7 هتنعكس عليك بشكل إيجابي على مدار الموسم. طول ما انت مكمل في بطولة أفريقيا وبتكسب هتبدأ الدوري بشكل إيجابي، الضغوط بتقل من عليك، الجمهور بيثق فيك، كل هذه الأمور مهمة جدا، فبالتالي المعسكر ده والتوقيت ده بيدي فرصة للجهاز الفني عشان يبدأ صح. فباذن الله اتمنى لهم التوفيق يا رب والامور تمشي زي ما هم عايزين، ويسعدوا جمهور النادي الاهلي، ان بالتاكيد خلال هذه الفتره الكل بيحاول يشتغل عشان يسعد الجمهور والجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي. ايضا اخر خبر متعلق ببعثه فريق النادي الاهلي، النهارده كان في اجتماع مهم جدا لباتريس كارتيرون مع الجهاز المعاون ومع كل اللاعبين، والاجتماع ده كان اجتماع حيوي وفاصل في امور عديده جدا تتعلق بالمرحله القادمه. باتريس كارتيرون مش داخل عشان يهزر، داخل وقال انا قدامي ثلاث حاجات، وقالها في المؤتمر الصحفي قبل السفر، النتائج ثم النتائج ثم النتائج، فبالتالي مش محتاج ان حد يتكلم معاه في اي امور فرعيه في المرحله القادمه، عايز كل لعيب جوه الفرقه عارف وعايز هدفه ايه في المرحله القادمه. الراجل عايز يكسب، ما بيفكرش في حاجه تانية غير المكسب، وعايز بطولات وما بيفكرش في حاجه تانية غير البطولات، فبالتالي كل العناصر اللي معاه لازم تفكر زي ما هو بيفكر. البطولة الأفريقية ما فيهاش هزار، أي لعيب بيفكر في عروض أو في أي أمور تانية الراجل صريح من بداية، وقعد مع الكل واتكلم مع الكل من الأول، اللي هيركز معايا للمرحلة الجاية هو اللي هيكون معايا، اللي هيكون بيفكر في أمور تانية ممكن ما يلاقيش مكان معايا، ولازم الجهاز الفني بالتأكيد في المرحلة دي يحدد اللعيبة إيه الاحتياجات الفترة الجاية، يحدد لهم المعسكر ده الأهلي دخل فيه ليه؟ دخل معسكر زي ده ليه؟ بعيد عن أي مكان آخر ممكن يكون فيه دوشة أو ضوضاء ليه؟ عشان الجهاز عايز يوصل لنتيجة معينة ومرحلة معينة. فبالتالي المركب عشان تنجح بالشكل الجماعي ده كان لازم جلسة مصارحة من الجهاز الفني للعيبة في المرحلة الجاية. نتمنى يا رب بإذن الله أن كل هذه الاجتماعات وكل هذه الاستعدادات تكون إيجابية في المرحلة القادمة بإذن الله.
طيب برضو من الأخبار المهمة بالنسبة لنا، يمكن بالأمس في جولة الكابتن محمود الخطيب في مدينة نصر كانت جولة مهمة جدا لمتابعة المشروعات الهندسية والمشروعات القادمة، لكن على هامش هذه الزيارة الكابتن محمود الخطيب في مدينة نصر بالأمس كانت بتقام أيضا الدورة التنشيطية والبطولة التنشيطية للسباحة في فرع النادي في مدينة نصر وبطولة منطقة القاهرة للسباحة. كابتن محمود الخطيب حرص على حضور جال من فعاليات هذه البطولة والتي يصادفها فرع النادي بمدينة نصر على هامش الجولة التفقدية بالأمس، ورحب الكابتن محمود الخطيب بمسؤول منطقة القاهرة للسباحة وأكد على اهتمام مجلس الإدارة باستضافة الفعاليات والأنشطة المختلفة وتمنى التوفيق للمشاركين في هذه البطولة. البطولة انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري منتصف شهر 7، وحقق خلال هذه البطولة سباح وسباحات الأهلي العديد من الميداليات. فور دخول الكابتن محمود الخطيب لفرع النادي بمدينة نصر وتحديدا في منطقة حمام السباحة كان استقبال رائع جدا، وحتى البطولة خدت الطابع الجماهيري، الكل كان بيشجع وكان في حالة حماس للجميع في البطولة التنشيطية، كان حدث مهم جدا كمان لكل الحاضرين سواء في النادي الأهلي أو الأندية الأخرى اللي بتشارك في المنطقة الأخرى أو في البطولات الأخرى كمنطقة بطولة القاهرة، وبيشارك فيها أكثر من حوالي 1000 لاعب، أكثر من 1000 لاعب يتواجدوا في هذه البطولة، وبطولة مهمة جدا قبل بطولة الجمهورية والاستعدادات للمرحلة القادمة. جزئية أخيرة قبل ما أختم نشرتنا الرياضية، يمكن زي ما انتم شايفين، طيب قبل ما اختم وارجع، زي ما انتم شايفين طبعا الكابتن محمود الخطيب في صوره جماعيه مع ابطال الالعاب في النادي الاهلي اللي تميزوا وحصلوا على ميداليات والمراكز الاولى في بطوله منطقه القاهره للسباحه، ويمكن الكابتن حتى هو بيتجول في حمام السباحه في جوله تفقديه بفرع النادي ومدينه نصر، كان استقبال حار جدا من كل الحاضرين سواء من المسؤولين في منطقه القاهره للسباحه او اولياء الامور من انديه اخرى. يمكن يعني النادي الاهلي بيشارك في البطوله بعدد من اللاعبين واللاعبات، لكن كان هناك ايضا لاعبين من انديه اخرى، كان استقبال حافل جدا. وزي ما انتم شايفين في الصور حتى في المدرجات امبارح بالامس، انا كنت حاضر هذه الجوله، المدرجات امبارح كان ممتلئه بالعديد من اولياء الامور، والبطوله بطوله قويه جدا بصراحه، يعني مشهد كان جميل جدا ان النادي الاهلي بيقدر من خلال كل فروعه ومن خلال هذه الانشاءات، هذا المجمع مجمع حمامات السباحه بيستضيف بطولات كبيره جدا وبطوله منطقه القاهره اكثر من حوالي 1000 لاعب ولاعبه، فدايما هو النادي الاهلي مؤسسه رياضيه بيستطيع ان يستضيف اي بطوله في جميع الالعاب خلال الفتره الحاليه او السابقه او حتى القادمه. في ختام نشرتنا الرياضيه، بالتاكيد حدث مهم جدا كاس العالم، مباريات دور الثمانيه، خلاص مرحله الجد المرحله النهائيه، 6 فرق من اوروبا في دور الثمانيه وفرقتين من امريكا الجنوبيه البرازيل واوروجواي. مباراه يوم دور الثمانيه، مباراه يوم الجمعه، هناك مباراتين في الرابعه عصرا فرنسا واوروجواي، وفي الثامنه مساء مباراه هامه جدا ومثيره، مباراه البرازيل وبلجيكا. في يوم السبت في الرابعه عصرا السويد وانجلترا، مباراه اوروبيه خالصه، وفي الثامنه مساء صاحبة البطولة والتنظيم والجماهير روسيا ستواجه كرواتيا، أحد المفاجآت الهامة في هذه البطولة. إذن 4 مباريات هامة جدا، وننطلق في المراحل النهائية لكأس العالم في روسيا بإذن الله خلال الفترة القادمة قبل نهاية البطولة يوم 15/7 الجاري إن شاء الله. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.